بسهولهم يكسرون الحصار بالأمر الواقع. ولها مكانها الخاص في قلوب العرب والمسلمين. ثم تنص الوثيقة على حق العودة للاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أخرجوا منها أو منعوا من العودة إليها، سواء في مناطق 48 أو 67. هذا حق العودة حق طبيعي فردي وجماعي غير قابل للتصرف من أي جهة كانت. ترفض حماس كل المشروعات والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين بما فيها التوطين ومشروعات الوطن البديل. في البند 14: المشروع الصهيوني هو مشروع عنصري عدواني إحلالي توسعي إلى آخره، وأن هذا المشروع في 15 هو عدو للأمة العربية والإسلامية ويشكل خطرا حقيقيا عليها وعلى أمنها، بل هو خطر على الأمن والسلم الدوليين وعلى المجتمع الإنساني بأسره. عبر توسع الاستيطان وتهويد القدس وغير ذلك مع عدو لها تفاوضا غير مباشر، هل أنتم على استعداد؟ بالتفصيلات الواردة في البند 20 من الوثيقة فهي ليست مخدوعة ومتوهمة. وفي البند 28 في الشأن الداخلي الفلسطيني تؤمن حماس وتتمسك بإدارة علاقاتها الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيال الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار بما يعزز وحدة الصف والعمل المشترك. تؤكد حماس على ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة وراسخة في مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة وعلى قاعدة الشراكة الوطنية. تؤكد حماس أن دور السلطة يجب أن يكون في خدمة الشعب وحماية أمنه وحقوقه ومشروعه الوطني. أكدنا على دور المرأة الفلسطينية وأنه أساس في بناء الحاضر والمستقبل كما كان دائما في صناعة التاريخ الفلسطيني ودور محوري في مشروع المقاومة والتحرير وبناء النظام الأساسي. تؤمن حماس بوحدة الأمة بكل مكوناتها المتنوعة وترى ضرورة تجنب كل ما من شأنه تمسيق صف الأمة ووحدتها على أي أسس طائفية أو دينية أو عرقية. ترحب حماس بمواقف الدول والمنظمات والهيئات الداعمة للشعب الفلسطيني، تحيي إحرار العالم والمناصرين للقضية سواء ضد الاستيطان ومصادرة الأرض وضد الاحتلال وبيسعوا لكسر الحصار عن غزة، وكل الذين يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني نحييهم في الوثيقة ونحييهم على الدوام، وندين كل من يقف إلى جانب القيام الصهيوني ويغطي على جرائمه. وأخيرا، ترفض حماس محاولات الهيمنة على الأمة العربية والإسلامية كما ترفض محاولات الهيمنة
على سائر الأمم والشعوب وتدين أي شكل من أشكال الاستعمار والاحتلال والتمييز والظلم والعدوان في العالم. قطعت أوصالها واليوم نساوم على جزء للصهاينة هي أساس الصراع كما هي بالنسبة لنا أرض. ندرك أن إقامة الدولة على أرض كما أجبرناه على الرحيل عن غزة لن يكون. الرؤية عندنا واضحة لكن متطلبات الجدل السياسي